ما في أجندة بلبنان خارج هالأجندة. أهلا بكم إلى الصباحية من تلفزيون المستقبل وفيها. عون يحذر من أن مشروع الكونغرس لفرض عقوبات على اللبنانيين لا يأتلف مع العلاقات اللبنانية الأمريكية. المناسب تنتخب على الأكثر يناسب تنتخب على النسبي. هذا مخالف للدستور. رعد ينعي المختلط ويصف مشروع الاشتراكي بالمضيعة للوقت. الإكستريم دروات ديفيزري بروفونديمون لا فرانس. هولندا يحسم خياره بدعم ماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية وهجوم عنيف للوبان على منافسها. صباح الخير. بعيدا عن الجدل السياسي وطروحات مشاريع قانون الانتخاب وفي تطور أمني نوعي، نفذ الجيش ليلة أمس عمليات عسكرية واسعة في جرود القاع ورأس بعلبك وعرسال، وقصف بالمدفعية الثقيلة والراجمات مواقع المسلحين بعد رصد تحركات مشبوهة، فيما سجلت مشاركة واسعة للطيران المروحي وسمع صوت القصف بوضوح في منطقة البقاع الشمالي. وأكد مصدر عسكري رفيع أن ما حصل هو عملية استباقية نتيجة رصد ومراقبة تحركات الإرهابيين، وقد أغارت المروحيات بكثافة على أكثر من موقع وتجمع لداعش في جرود رأس بعلبك، كما استهدفت اجتماعا لقيادات جبهة النصرة في جرود عرسال موقعة خسائر كبيرة، حيث أفادت المعلومات الأولية عن وقوع أكثر من 20 مسلحا بين قتيل وجريح. شدد رئيس الجمهورية ميشيل عون على خطورة مشروع القانون الذي يعده الكونغرس لفرض عقوبات على أحزاب ومؤسسات وأشخاص لبنانيين، مؤكدا أنه لا يأتلف مع العلاقات اللبنانية الأمريكية. حذر رئيس الجمهورية ميشيل عون من أن مشروع القانون الذي يجري إعداده في الكونغرس الأمريكي لفرض عقوبات مالية جديدة على أحزاب ومؤسسات وأشخاص لبنانيين سيلحق ضررا كبيرا بلبنان وشعبه، مشيرا إلى أنه لا يأتلف مع العلاقات اللبنانية الأمريكية التي يحرص لبنان على تعزيزها في مختلف المجالات. وأكد أمام وفد مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان تاسك فورس فور لبنان برئاسة السفير إدوارد جابرييل أن لبنان يجري الاتصالات اللازمة للحؤول دون صدور القانون، ويرحب بأي جهد تبذله مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان في هذا المجال. وأبلغ الرئيس عون المجموعة أن لبنان يسعى للخروج من الصعوبات التي يعاني منها نتيجة الأزمات المتراكمة وأبرزها مسألة النزوح السوري، مرحبا بأي دعم يقدم للمؤسسات الأمنية اللبنانية من الولايات المتحدة لتعزيز قدراتها على القيام بمهامها لا سيما في مكافحة الإرهاب والحفاظ على الاستقرار الداخلي. السفير جابرييل عبر عن تقدير المجموعة للمواقف التي أعلنها الرئيس عون ولدوره الريادي في إعادة الوحدة اللبنانية والاستقرار، واضعا إمكانات المجموعة بتصرفه للمساهمة في معالجة القضايا التي يراها ضرورية لا سيما تلك المتصلة بالعلاقات اللبنانية الأمريكية. وتمنى على الرئيس عون زيارة الولايات المتحدة لوضع المسؤولين الأمريكيين في حقيقة المواقف اللبنانية من الأحداث الراهنة. وفد المجموعة الأمريكية تاسك فورس فور لبنان زار أيضا السراي والتقى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وجرى تبادل وجهات النظر حول الأوضاع في لبنان والمنطقة. وفي عين التين التقى الوفد رئيس مجلس النواب نبيه بري وتناول البحث أيضا الأوضاع في لبنان والمنطقة، ثم استقبل الرئيس بري حاكم مصر في لبنان رياض سلامي وبحث معه الأوضاع الاقتصادية والمالية. الاتصالات الناشطة مع مختلف الأطراف لبلورة مشروع قانون انتخاب جديد بحثها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في بيت الوسط مع وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي ضم تيمور جنبلاط والوزير أيمن شقير والنائبين غازي العريضي ووائل أبو فعور في حضور السيد نادر الحريري. وقد تولى الوفد شرح مضمون مشروع القانون الذي طرحه الحزب التقدمي الاشتراكي. مشروع قانون الانتخاب الذي قدمه الحزب الاشتراكي اعتبره رئيس كتلة نواب حزب الله محمد رعد مخالفا للدستور، وقال إن القانون الصحيح والعادل الذي يضمن صحة وعدالة وشمولية التمثيل في لبنان هو النسبية الكاملة. من طرح صيغة المختلط
انه الناس بتنتخب على الاكثر والناس بتنتخب على النسبي. هذا مخالف للدستور. اصلا مخالف للمنطق. لانه هذا لا يساوي بين حق اللبنانيين. واحد ممنوع ينتخب بالنسبي لازم ينتخب بالاكثر، واحد ممنوع ينتخب بالاكثر لازم ينتخب على النسبي. كيف؟ حتى القانون اللي طرحه امبارح زملائنا بالحزب التقدم الاشتراكي بدر ولي الله انه 64 على الاكثر و64 على النسبي، عندنا سؤال نحن يجاوبون عليه لحتى ناخذ موقف. وهذا السؤال بسيط، انه كيف بدنا نقول للمرشحين انت لازم تترشح على النسبة وانت لازم تترشح على الاكثر وفق اي معيار؟ وفق اي معيار؟ إلى ذلك كشفت مصادر وثيقة الاطلاع على ملف قانون الانتخاب لصحيفة المستقبل أن المشاورات الجارية بشأن هذا الملف تسير على قدم وساق بعيدا عن الأضواء والإعلام، معتبرة أن النقاش بات يتركز على خيارين، إما التأهيلي وفق النظامين الطائفي والنسبي أو مجلس نيابي نسبي ومجلس شيوخ طائفي. كما أكدت مصادر عين التيني أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري بات في تطور وضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون النسبي الذي يعتزم طرحه قريبا بعد مشاورات سيجريها مع مختلف الأفرقاء. من جهته ذكر رئيس حزب الكتائب سامي جميل بأن المهلة التي حددها رئيس الجمهورية للحكومة لإقرار قانون للانتخابات تنتهي بعد أسبوعين، في حين أن اللجنة الوزارية التي شكلت لهذه الغاية لم تجتمع حتى اليوم. شاطرين بس كبوا اخبار وتلعبوا بعضكم لقيطة انه انا ما رح اطرح قانوني هلأ، رح انطر جمعة والتاني بيطرح قانون، التالت بيقول له هيدا القانون ما بيسوى، كأنه نقاش قانون انتخابات بيصير عبر شاشات التلفزيون او بيصير ما بعرف وين، يمكن على الغدا نهار احد. قانون انتخابات بيتناقش بالمجلس النيابي، قانون انتخابات بيتناقش بمجلس الوزراء، هيدا هو المكان المناسب لمناقشة قانون انتخابات. عندكم واجبات دستورية بأنه تناقشوا هيدا الموضوع وتصوتوا عليه وترسلوه على المجلس النيابي، وكل الباقي هو تضيع للوقت. قالت صحيفة الحياة أن ممثلين عن الثنائي المسيحي لم ينقطعوا عن التواصل مع البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي بعد موقفه من القانون النافذ، انطلاقا من شعورهما بأنه من غير الجائز وضع المسيحيين بين خيارين، الأول سيء والثاني أسوأ منه، بدلا من الضغط لإنجاز مشروع جديد. ونقل عن الراعي قوله إن موقفه مبدئي انطلاقا من الثوابت التي تؤمن بها بكركي تدافع عنها، وفي حال حصول الفراغ في مجلس النواب لا نعرف إلى أين سنذهب بالبلد وهل من أبواب جديدة ستفتح علينا، وكذلك الحال بالنسبة إلى التمديد الذي لا يؤيده وأقف بقوة ضده. في السراي الكبير، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يبحث في ملفات عدة مع زواره. التقى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وزيرة التنمية الإدارية عناية عز الدين وعرض معها شؤونا وزارية، ثم استقبل سفير طاجكستان في لبنان زبيد الله زبيدوف وعرض معه العلاقات الثنائية. الحريري التقى أيضا أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني لمحافظة جيانغشي لوسينشي على رأس وفد من الحزب، وبحث معه أفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وتبادل زيارات على مختلف المستويات لتقوية تواصل العلاقات الثنائية. واستقبل الرئيس الحريري القاضي عبد الرحمن شرقي مع وفد انضم رئيس بلدية أب الياس جهاد المعلم ورئيس اتحاد بلديات البقاع الأوسط محمد البساط وذوي الضحيتين خليل القطان وطلال عوض والسيد أيوب قزعون.
الوفد نقل للرئيس الحريري ما حصل في البقاع من جريمة أودت بحياة القطان والعوض، وطالب الوفد الرئيس الحريري بأن لا تمر هذه الجريمة من دون قصاص. وقد أكد الحريري أن القضاء سيأخذ مجراه في هذه القضية. ومن زوار السراي ماكسيم شعيا يرافقه الفنان العالمي روميرو بريتو. بعد الفاصل تتابعون. بوعاصي يوقف تجديد عقود برنامج التحركات السكنية. أهلا بكم من جديد. أصدر وزير الشؤون الاجتماعية بيير بوعاصي قرارا بوقف التعاقد مع الموظفين العاملين في مشروع رصد التحركات السكنية، وقد أثار القرار المتعاقدين الذين رفعوا الصوت أمام الوزارة. تقرير ربيع شنطف. مطلع كانون الثاني الماضي كان يفترض أن تنتهي مهلة العقود المبرمة مع 400 موظف تعاقدوا للعمل في المشروع الوطني لرصد التحركات السكانية الطارئة، لكن الوزير السابق رشيد درباس مدد المهلة حتى آخر نيسان الجاري بسبب عدم انتهاء العمل بالمشروع. وقبل أيام من انتهاء المهلة الممددة عقد وزير الشؤون الاجتماعية بيير بوعاصي مؤتمرا صحفيا أعلن فيه عن وقف التعاقد. أكيد ما في ولا ذنب على الناس اللي كانوا متعاقدين وبعضهم متعاقدين لآخر هالشهر هيدا، بالعكس أظهروا عن جرأة، عن تفاني، عن إرادة عمل، نزلوا على الأرض، حصيوا، تابعوا، عملوا كل شيء مطلوب منهم. ولكن البرنامج أولا انتهت مدته، وثانيا حتى إذا مددناه لن يصل بالطريقة المعد فيها إلى النتائج المتوخاة. قرار الوزير أبو عاصي أثار المتعاقدين الذين اعتصموا أمام الوزارة رافعين الصوت. نحن هدفنا سلمي، نحن جايين بكل محبة، ما بدنا شيء، بدنا بس ينظر بوضعنا، تاخذ القرار انه المشروع سكري امنونا. نحن دفعنا من جيبتنا تليفونات لتواصلنا مع رؤساء البلديات وحطينا سياراتنا، كسرنا سياراتنا على الطرقات، وكل بيعرف النازحين السوريين وين عم بيتواجدوا، يعني بمخيمات عشوائية بانهر حد الانهر. بدي اسال سؤال، انه هيدا المشروع لما توظفنا قالوا انه هو ممول على 5 سنين ومصرياته جاهزين على 5 سنين، نحن ما اشتغلنا شي سنة وثمان شهور وقالوا لنا باي باي فلوا على بيوتكم. يوقف الهدر مش من عندنا، نحن بالعكس لأننا كنا عم نعمل عمل إنساني، عمل بيفيد المجتمع اللبناني. من طالب هاي 350 عائلة اللي انزتت بالشارع يتلقى لحال، في ناس عليها قروضة، في ناس بتجيب إدوية لأهلها، في ناس بتصرف على أهلها، في ناس بتصرف على جامعتها. ونتيجة للبلبلة التي حصلت أرسل أبو عاصي مدير مكتبه زاهي الهيبي للتحاور مع المعتصمين، لكنهم أصروا على لقاء الوزير الذي استجاب لاحقا لمطلبهم واجتمع إلى وفد منهم. معالي الوزير بيعتبر أنه هذا المشروع ما في جدوى منه، ما في نتيجة منه، مشروع في تضخم بالوقت ذاته، في عجز مالي، موضوع رواتب نحن أنه مستحق لأربعة أشهر. الوزير مثل ما بلغنا أنه أعطى قرار بصرف هذه الرواتب بأسع وقت وبدفع وحدة. وفي ختام الاعتصام أكد المتعاقدون أن اجتماعاتهم مفتوحة، لافتين لأنهم سوف يشكلون لجنة مهمتها إطلاع المرجعيات السياسية على مطالبهم. اعتصم أمس مياومو كهرباء لبنان أمام وزارة الطاقة متوعدين بالتصعيد اليوم، ومنعوا لبعض الوقت الوزير سيزار أبي خليل من دخول مبنى الوزارة. نحن عمال خدمنا 20 سنة بهالمؤسسة، حقنا هذا. الشرارة الأولى لتحرك المياومين انطلقت، ومن أمام وزارة الطاقة وصل التصعيد إلى حد منع الوزير سيزار أبي خليل من الدخول إلى الوزارة. وفي التفاصيل، فقد اعتصم عدد من المياومين أمام الوزارة بعدما قررت لجنة العمال المياومين واجبة الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان بدء سلسلة من التحركات والاعتصامات. اليوم المياومين نزلوا على الأرض من جديد بسلسلة من التحركات والاعتصامات ردا على القرارات الجائرة والتعسف والتسويف التي يقوم بها معالي وزير الطاقة فيما خص ملف المياومين. اقفلوا الأبواب واشعلوا الإطارات، وعندما حضر أبي خليل منعوه من الدخول. وبعد تدخل رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر سمح المعتصمون للوزير بالدخول إلى الوزارة مع تدخل قوة من مكافحة الشغب، وتقرر أن يجتمع الوزير بوفد من المياومين برئاسة رئيس الاتحاد العمالي العام. اليوم فات الوزير، أهلا وسهلا فيه، بس عبكرة إذا بيضل الوضع هاد ما راح يفوت، لأنه هذا حقنا وحق كل العمال بعد تضحية 20 عام.
والوزير لازم يدخل ويظهر أي ساعة اللي كان، ولازم كمان بنفس الوقت يرعى مفاوضات جدية لإنتاج حل عمالي. الاجتماع لم يتم، الأمر الذي أثار استنفار المعتصمين فأعادوا إقفال مدخل الوزارة. هالمسألة طالت ويجب علاجها، والعلاج لا يكون إلا بإنشاء لجنة وبحسن نوايا، واللجنة بتوضع أطر للحل. هذا اللي جينا نعمله اليوم، وتفاجأنا أنه في تلكؤ باستقبال قيادة الاتحاد العمالي العام وإنتاج هاللجنة. نحن بندعي الوزير من هون لفتح باب الحوار، وحوار يكون جدي، لأنه هو السبيل الوحيد لنخرج من هالمأزق اللي نحن فيه واللي عمره 5 سنين. سمحنا له بالدخول، عندما دخل الوزارة رفض استقبال الاتحاد العمالي ورفض استقبال الميومين. نحن اليوم الشرارة الأولى للتحركات بدأت، نحن موجودون هنا لن نخرج الساحة، ونعدكم بتحركات جديدة وقوية، وغدا ستجدوننا هنا، ونعد الوزير أنه دخل اليوم بالخديعة، غدا لن نسمح له بالدخول. وبسبب التدابير المتخذة قرر المياومون متابعة تحركهم يوم الثلاثاء بالاعتصام أمام مؤسسة كهرباء لبنان وإقفال أبوابها، بالتزامن مع الاجتماع الذي سيعقد بين الوزير سيزار أبي خليل ووفد من المياومين. مطلبيا أيضا أفادت غرفة التحكم المروري عن اعتصام لأصحاب الشاحنات على طريق الأوزاع محلة المدورة بالاتجاهين، مشيرة إلى أن حركة المرور كثيفة في المحلة. حضر الوزير ملحم الريش اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات، حيث تم التركيز على القوانين المعنية بتطوير القطاع والتمسك بأداب المهنة، إضافة إلى سبل دعم وسائل الإعلام في ظل تعثرها المالي. في إطار متابعة موضوعات قطاع الإعلام الرسمي والخاص وإنجاز القوانين المتصلة بذلك، عقدت لجنة الإعلام والاتصالات اجتماعا في مجلس النواب بحضور وزير الإعلام ملحم رياشي، حيث تم الاطلاع على مجموعة مشاريع القوانين التي تعدها الوزارة، وذلك للوصول إلى أفضل قوانين معدة للقطاع. في موضوعين أساسيين بدي أحكي عنهم اليوم، ناقشناهم داخل اللجنة. الموضوع الأول كيفية دعم وسائل الإعلام، سواء كانت المرئية أم المسموعة أم وسائل الإعلام المقروءة أي الصحافة، اللي كلنا بنعرف المعاناة التي تعيش في ظلها نتيجة الوضع المالي والتعثر المالي. وهذا الموضوع يعني في عناية خاصة فيه، وبننتظر الأوانين اللي بتعالج بعض الأمور المادية. الأمر الآخر اللي بدي أحكي عنه هو المرتبط بآداب المهنة. في مشروع قانون وضعنا في عناوينه العامة اليوم الوزير بالجلسة، كل هذا الذي نناقشه تحت مسلمات أساسية كلنا متفقين عليها، كلنا منسجمين فيها، ولا يشذ أي أحد عن هذه القاعدة أن الحرية العامة ستبقى مصانعة. الوزير رياشي من جهته لفت إلى أن معظم مشاريع القوانين أصبح في أمانة سر مجلس الوزراء لوضعها على جدول الأعمال. بما يتعلق بالتعيينات، بما يتعلق بالمجلس الوطني للإعلام، كنت خطبت أنا رئيس الحكومة بهذا الموضوع، هو بيتولى من قبله معالجة الملف مع رئيس المجلس النيابي لتعيين جلسة منشان انتخاب أعضاء جدد للمجلس الوطني للإعلام. بما يتعلق بتلفزيون لبنان، حوالي 138 شخص مرشح تقدموا لمنصب رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان، يلي بيبقوا منهم وبيطبقوا المواصفات رح يصير في مقابلات معهم، لجنة مؤلفة من رئيس مجلس خدمة المدنية، من الوزيرة عناية عز الدين ومني، لحسم الموقف بثلاثة أو خمس مرشحين يرفعوا لمجلس الوزراء. وكان فضلان أشار إلى أن ورشة العمل على كل الصعد فيما يتعلق بالإعلام بحاجة إلى انتظام أكثر بعمل المؤسسات من مجلس الوزراء ومجلس النواب. بعد الفاصل تتابعون. خبراء كيمياء سوريون على اللائحة السوداء لواشنطن. حسم الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند خياره وأعلن مساندته لمرشح الوسط إيمانويل ماكرون، معتبرا أن مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان تشكل مجازفة بالنسبة لمستقبل فرنسا.
L'extrême droite diviserait profondément la France. اليمين المتطرف خطر على فرنسا. بهذه الكلمات دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند الناخبين إلى دعم المرشح إيمانويل ماكرون في الجولة الثانية. وفي كلمة له إلى الشعب الفرنسي قال أولوند: سأنتخب ماكرون لأنه من يدافع اليوم عن الحرية ومبادئ الجمهورية، موجها الشكر للشعب الفرنسي على المشاركة في الانتخاب. وحذر أولوند من فوز اليمين المتطرف بالرئاسة لأنه سيؤثر سلبا على الصناعة والاقتصاد. وبعد ساعات من إعلان نتائج الجولة الأولى ارتفعت حماوة الحملات بين المرشحين إلى المرحلة الثانية في 7 أيار المقبل. فقد شنت مرشحة الرئاسة الفرنسية زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان هجوما لاذعا على منافسها مرشح الوسط إيمانويل ماكرون، وصفة إياه بأنه ضعيف في مواجهة الإرهاب. واتهمت ماكرون بأنه ليس لديه مشروع لحماية الشعب الفرنسي في مواجهة أخطار المتطرفين، مضيفة أن الجولة الثانية ستكون استفتاء على العولمة المنفردة. وفي ردود الفعل على نتائج الجولة الأولى، المفوضية الأوروبية هنأت مرشح الوسط الفرنسي إيمانويل ماكرون بالنتيجة التي حققها. بدورها عبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني عن سعادتها بنتيجة ماكرون. الكرملين أعلن احترامه لخيار الفرنسيين واستعداده لإقامة علاقات جيدة ومفيدة للطرفين. المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل هنأ مرشح الوسط الفرنسي مبديا ارتياحه لموقفه من أجل اتحاد أوروبي قوي واقتصاد اشتراكي. في سوريا انسحبت فصائل المعارضة من بلدة المصاصنة في الريف الشمالي لحماه تحت وطأة القصف العنيف للطيران الروسي وتقدم قوات الأسد والميليشيات الطائفية التي خسرت العشرات من عناصرها نتيجة استهدافهم من الثوار في بلدتي طيبط الإمام وحلفاية. من جانبها دخلت قوات سوريا الديمقراطية الأولى مدينة الطبقة معقل تنظيم داعش بعد اشتباكات عنيفة معه وغطاء جوي أمنته طائرات التحالف الدولي. رأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مجلس الأمن فشل في التحرك ردا على هجوم خان شيخون. وفي هذا الإطار أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية على لائحتها السوداء 271 موظفا في المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية يعملون كخبراء في الكيمياء أو دعموا برنامج الأسلحة الكيميائية للمركز منذ 2012. واعتبر وزير الخزانة الأمريكية أن هذه العقوبات الواسعة تستهدف مركز الدعم العلمي للهجوم المروع بالأسلحة الكيميائية لنظام الدكتاتور الأسد في خان شيخون، مؤكدا أن الإجراءات تظهر عدم تهاون واشنطن مع استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية. والآن تذكير بالعناوين. عون يحذر من أن مشروع الكونغرس لفرض عقوبات على لبنانيين لا يأتلف مع العلاقات اللبنانية الأمريكية. انه الناس بتنتخب على الاكثر والناس بتنتخب على النسبي، هذا مخالف للدستور. رعد ينعي المختلط ويصف مشروع الاشتراكي بالمضيعه للوقت. الاكستريم دروات ديفيزري بروفونديمون لا فرانس. هولندا يحسم خياره بدعم ماكرون في انتخابات الرئاسه الفرنسيه وهجوم عنيف للوبان على منافسها. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. ما في أجندة بلبنان خارج هالأجندة.